يوجد اختلاف بتطبيق موارد الموازنة التقديرية مع الوارد بالقوائم المالية، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 30، موجود بالمخالفة لأحكام المادة 30 من اللائحة المالية للأندية الرياضية وفقا لأحكام المادة 30 اللي هي وضحت اختصاصات وزارة الشباب والرياضة في المراقبة على الأندية في الشق المالي. ده الجزء اللي هو دايما كل شوية يقول عليه ايه؟ ماليا وإداريا، واللي راجعني اللائحة المالية والإدارة، مين الإدارة بالنسبة له؟ المديرية والوزارة. طب يا مديرية والوزارة، معناه إن هو متأكد من غير المديرية والوزارة؟ لا، ما أنا بقول لهم أهو دلوقتي، أنتوا هتبقوا مسؤولين معايا. هو طبق ده، شفتوا ده، شفتوا التقرير بتاع المراقب المالي؟ لو شفتوه وهتعدوه مش هتكتبوا ملاحظاتكم أنتوا كمان وفي تقارير اللي هترفعوها. حط عليها بقى وفقا لأحكام المادة 30 من اللائحة المالية للأندية، ووفقا وافق مجلس الإدارة على استخدام، ده بقى العضو الجمعية العمومية العادي، استخدام مساهمات الأعضاء في تطوير فرع أكتوبر، فرع أكتوبر ضمن إيرادات الفترة مع التزامه اللي هم اللي عملوا شيء ولا 300 من أول 2014 ساعة ما كنا بندفع سنة ونص. خد مخصصات بموجب القانون ما ينفعش يتعامل معاها إلا لما نعملها حسابات منفصلة وتتصرف في اجل ما جمعت من اجله. يعني انا خدت منك مساهمه انت واعضاء النادي، العدد ده كله بيتجمع يتعمل له حساب اسمه حساب خاص للمساهمه. تمام. عنده في اللائحه يقول لك ينفع اخد موافقه. انا كمجلس اداره والجهه الاداريه عايزين نشوف موافقه الجهه الاداريه، لان احنا ما شفناش من ساعه ما انت خدت مجلسك الحالي ولا جلسه غير الجلسه اللي اعلن عنها لو انت فاكر، اللي كان فيها هيقعدوا في الصاله لا يقعدوا في اوضه الاجتماعات اللي كان فيها المحاسب هاني العتال وعبد الله جورج مش عارفين يقعدوا فين الدكتور عبد الله. وان دي تم الاقرار بعد ان تدخل المهندس خالد عبد العزيز وخد اختراصاته لاعلاء القانون. الجهه الاداريه بس هي اللي بتشوف الورق، وهو اللي بيعمل محاضر الجلسات، وهو اللي بينجز، وهو اللي بيقول، محدش بيشوف كده، وهي اللي بتراجع له. زي ما انت متفوجئ دلوقتي في المحكمه في القضاء الاداري ان في شاب تشطب راجل نائب رئيس منتخب من جمعيه عموميه، هو ده الاحترام اللي انت بتقوله. دي خزعبلات وملهاش وكلها اعتيك على دماغه. وهذا مجلس اداره. انت هنخش في الحته دي بعد اذنك. طبعا عندنا بس كمان توش الناس في التقرير. طبقا وصلنا للنقطه دي. الاشتراكات اللي اتلمت دي اتدفعت فين بقى يا عمي؟ حطيتها فين؟ في الموازنه عندك التقديريه، ودخلتها لحساباتك وضفتها على انها من ضمن المدخلات عشان يعصم من الايرادات. لسه في حاجات ثانيه، ده انا واخد اشتراكات المقدمه دي وايجار محلات لسنين جايه مقدم غير المسير. يعني هو عايز ارقام يعصم من الشرق للغرب عشان اكيد ميزانيه، عشان ويطبع في المدخلات يقول لك معايا 170 مليون. وده ما حصلش، هو نسبته دلوقتي في الكلام. اتفضل يا باشا. النادي الاساس النقدي في اثبات الاشتراكات المحصله من الاعضاء فلم يقم بفصل ايرادات الاشتراكات المحصله مقدمه من فتره 1/7/2019 حتى 30/6. يعني اللي خده من النادي من 1/7 اللي هو كان بيطالب بيه على فكره وعضو الجمعيه مش واخد باله، هو تحصيله المفروض يتم من 1/7. كان بيدعي هو واداره الاشتراكات بداوا يحصلوا من الناس ويخوفوها على طريق الاذاعه الداخليه ادفع والا مش هتعدي من البوابه، لان هو بيمتلك كل الادارات التنفيذيه بتنفذ تعليماته بالحرف الواحد للاستاذ عبد الناصر، وبالتبعيه عضو النادي عايز يحافظ على عضويته مش محتاج يخش للجنه شطب دفع. وادرجت ضمن فلوس بقى اللي هي بتاعت من 1/7/2019 اللي هي بتاعت الاشتراكات لحد 30/6، حطها في المركز المالي المنتهي في 30/6. ده مش كلامي انا يا اعضاء الجمعيه العموميه، ده مش كلامي يا استاذ مرتضى منصور، ده مش كلامي يا اللي قائم باعمال امين الصندوق كابتن اسماعيل، ده مش كلامي يا مستشار احمد جلال، ده كلام المراقب المالي الاستاذ حازم هو ياسين حازم ياسين رحمه الله عليه بريء من ده كله. بالظبط. نرجع بقى، ده اللي انا عايز عضو الجمعيه العموميه يشوفه ويقراه ويعرف ان المراقب اللي هو بينوب عنك كعضو جمعيه عموميه من حقه يوضح لك اللي حصل.